هذا يسأل عن شركة أنها أنشأت صندوق، أنا ما لي دخل في هذا، يتقدم به للإفتاء. هذا يسأل عن الاتجار بالعملات، يسمى الصرف، هذا صرافه، يجوز الاتجار بالعملات لكن بشرط التقابض في المجلس حيث لا يتفرقون بينهم شيء، لو تفرقوا وهما قبضوا شيئا باقي شيء ما قبض يصير ربا، يصير ربا نسيئة ولا يجوز، لابد من التقابض في المجلس بحيث لا يفترقان إلا وكل واحد منهم قبض ماله.